ثم قال سبحانه وتعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. النزغ هو الفساد. ينزغنك من الشيطان نزغ فساد. ومنه قول الله تبارك وتعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أي أفسد الشيطان بيني وبين إخوتي. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، يعني عندك ملجأ تلجأ إليه وهو الله سبحانه وتعالى. وإذا يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى: من السنة أن الإنسان إذا يعني نزع ملابسه أو دخل الخلاء يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول: لما كان الشيطان يراك ولا تراه، فإذا يأتيني من حيث لا أشعر لأنه يراني ولا أراه. يقول: لما كان الشيطان يراك ولا تراه ناسب أن تستعيذ منه بالذي يرى الشيطان والشيطان لا يراه. الشيطان يراني أنا لا أراه، طيب كيف أفتك منه؟ اذهب إلى الذي يرى الشيطان والشيطان لا يراه، وهو الله سبحانه وتعالى. فاستعذ بالله، الجأ إلى الله تبارك. وذكروا عن بعض أهل العلم أنه قال لتلميذ الله: أرأيت إن جاءك الشيطان فوسوس لك فماذا تفعل؟ قال: أجاهده، يعني أجاهد الشيطان وسوسته. قال: فإن جاءك الثانية، يعني ما يتركك، جاءك من الغد، جاءك الثانية، قال: أجاهده. قال: فجاءك الثالثة، قال: أجاهده. يعني ما طالما أنه يأتينا أنا أيضا أجاهده حتى يعني ينزع الشيطان. قال: دع هذا، أرأيت إن مررت بغنم ومعها كلب فاعترضك الكلب في طريقك فماذا تفعل؟ قال: أجاهده حتى يذهب. قال: أولا أدلك على أسهل من ذلك؟ قال: وما هو؟ قال: اسأل رب الكلب يمنعه، روح للراعي ولا وخر كلبك عني، أنا لا أريد إيذاء الغنم، أريد أن أمر في طريقي، اذهب إلى رب الكلب يمنعه. فكذلك هنا، طالما أن الشيطان يوسوس لنا نذهب إلى من؟ إلى رب الشيطان وهو الله تبارك وتعالى، فنستعيذ به من الشيطان. ومنه قول الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فنلجأ إلى ربه سبحانه وتعالى، فنستعيذ بالله لكي يحفظنا سبحانه وتعالى من شر هذا الشيطان. قال: إنه سميع عليم، أي يسمع دعاءك، عليم بأحوالك، فيعطيك ما يرضيك. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.